سلطة الذرة من الأطباق الصحية والغنية بمكوناتها الغذائية. اليوم رح نستخدم تونة الذرة لتحضير طبق اليوم. خليكم معي. سلطة التونة. لتحضير الدريسنج رح أبدأ بالخردل، رشي من الملح، عصير الليمون، ورح أضيف الزيت بهالشكل وأبدأ بالتحريك. رح قطع محتوى السلطة، عم استخدم الخس الآيسبرغ مع البصل الأخضر، بندورة الكرزية، ورح استخدم الذرة. رح أخلط المكونات مع بعض البعض وأضيف الدريسنج، ومن بعدها رح فرغ محتوى تونة الذرة. بعد سكب المكونات بالصحن رح وزع التونة على الوجه وزين بكمية بسيطة من الدريسنج. سلطة خفيفة وصحية من تونة الذرة. صحتين وعافية.